اهلا بكم كل اعزائي المشاهدين والمتابعين، اهلا بحضراتكم معانا من كل مكان في العالم ومن كل مكان في الوطن العربي ومن كل مكان في الدول العربية الحبيبة والشقيقة، مع مواضيع مهمة جدا وعاجلة جدا في 2023 برضو. ومعانا حرب كبيرة تلوح في الافق وتحطم طائرة في دولة عربية الان، ووفاة الجميع وجريمة مروعة في العراق ودولة عربية على موعد مع زلزال قريب. يلا بينا نشوف الأخبار بالتفاصيل ونبدأ نشوف أول خبر معانا بيقول إيه. عندنا مركز الرصد الزلزالي في سوريا بيقول ان سوريا على موعد مع زلزال قريب لا يدعو للخوف، ولكن دي يمكن اول مرة نلاقي فيها التنبيه على زلزال واحتمالية وقوعه. ونقرأ الخبر بتاريخ يوم 23 يناير بالامس، يوم الاثنين 23 يناير، النهاردة الثلاثاء 24 يناير 2023، ونشوف مكان الزلزال والتوقع به. واعتقد ان اول مرة يتم التوقع بزلزال قريب. وكشف مدير مركز الرصد الزلزالي في سوريا رائد احمد عن ان البلاد معرضة لحدوث زلزال متوسط الشدة على المدى القريب، ولكنه لا يدعو للخوف. واشار احمد في تصريحات لإذاعة شام اف ام المحلية الى ان الهزات التي حدثت في البلاد خلال الفترة الماضية كانت متوسطة الشدة بين 4 إلى 5 درجات، لكن ازداد تواترها في الاونة الاخيرة على حد تعبيره. ولفت احمد الى وجود محطات تسجل الاحداث الزلزالية، وبالتالي يمكن الاستقراء ومعرفة الاحتمال الزلزالي السنوي لكل هزة. وبين احمد ان تحرك فالق مصياف ادى لحدوث هزات شعر بها السكان، اضافة الى ان التأثير المتراكم للهزات يؤدي الى اضرار غير ظاهرة في الانشاءات والابنية حسب قوله. الجدير بالذكر ان هزة ارضية ضربت سوريا يوم السبت الماضي شعر بها السكان في حماة وحمص وطرطوس، كما كانت بقوة 4.3 على مقياس ريختر دون وقوع خسائر. كذلك كانت الهزة بعمق 10 كيلو متر عند الساعة كذا بالتوقيت المحلي، وتبعد مسافة كذا، في حين تم تسجيل هزة أرضية تانية بقوة 4.2 على مقياس ريختر وعمق كذا بالتوقيت المحلي عند الحدود السورية اللبنانية وهكذا. المهم يا جماعة، من ضمن هذه التنبؤات عن الزلازل فكالتالي، يوجد برضو تنبؤات كبيرة جدا وتنبؤات علمية وليست تنبؤات استنتاجية، هي تنبؤات علمية لما حدث من تغيرات في الفالق وفي الخط الناري الخاص بالزلازل، باحتمالية حدوث زلزال في منطقة الشرق الأوسط في إحدى الدول العربية. والمتوقع ان الزلزال ده سيكون قوي جدا، هيكون اعلى من 6، ما بين 6 و7 ريختر، وده الكلام اللي بيتقال، ولكن الله اعلم طبعا، والله على كل شيء يعني عليم، ولكن ده اللي متنبأ في الفترة القادمة. فربنا يعديها على خير، ودايما نقول اللهم نستودعك الأرض ومن عليها، اللهم نستودعك كل شعوب العالم الأبرياء. نشوف الخبر الثاني اللي معانا برضو بيقول ايه. ومعانا هذا الخبر من روسيا، واحنا كنا اتكلمنا قبل كده على موضوع الحرب العالمية الثالثة، وان وزير الامن القومي بيقول ان احتمالية الحرب الثالثة العالمية الثالثة اصبحت وشيكة، وان رئيس الدوما او رئيس البرلمان الروسي بيقول ان العالم على موعد او اقتراب موعد الحرب العالمية الثالثة،
وهنا نيجي اليوم الثلاثاء 24 يناير، التاريخ فوق اهو على اليمين. إعلامية روسية تحذر حرب كبيرة تلوح في الأفق، ويبقى كمان مفيش قلنا دخان من غير نار يا جماعة، في كده حاجة هتحصل في العالم قريبا، وقلنا ما هي نهاية الحرب الروسية الأوكرانية، لازم يكون لها نهاية، مش هتقعد كده طول العمر، مع كمان ان العالم بيعاني معاناة غير عادية. والنهاية المتوقعة من كل المستنتجين او من كل الخبراء العسكريين باندلاع حرب ما بين امريكا وروسيا او ما بين روسيا وحلف الناتو، وهيتدخل فيها بعد كده الصين وتايوان، سوري الصين وكوريا الشمالية واحتمال كمان ايران. فنشوف هي بتقول ايه، والكلام كله كده ماشي على اتجاه الحرب. حذرت المذيعة في التلفزيون الروسي الرسمي مارجريت ريتا سومينيان ورئيس التحرير قناة RT من أن حربا كبيرة من المقرر أن تبدأ بحلول نهاية الشتاء، وإحنا الشتاء كل اللي قدامه شهر ونص أو شهرين بعد الإنذارات، يعني نقول في آخر مارس، يعني قدامنا شهرين بعد الإنذارات التي وجهها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وفي مقطع انتشر على تويتر يوم الأحد أشارت سيمونيان إلى أن الصراع بين روسيا والغرب وأوكرانيا قد يتصاعد إذ لم يتم تلبية مطالب بوتين، وسلطت الضوء على مطالب محادثات السلام. ان بوتين لما كان في ديسمبر وقال في من السنة اللي فاتت ان هو مستعد انه يعمل محادثات سلام، وفي 25 ديسمبر قال بوتين انه على استعداد للتفاوض مع اوكرانيا والغرب بشأن انهاء الصراع، لكنه اصر على ان تعثر المفاوضات ليست مسؤوليته. وقال بوتين نحن مستعدون للتفاوض مع كل المعنيين بشأن الحلول المقبلة، لكن الامر متروك لهم، لسنا نحن من يرفض التفاوض بل هم. وتابع اعتقد اننا نسير في الاتجاه الصحيح، نحن ندافع عن مصالحنا الوطنية ومصالح شعبنا، ولا خيار أمامنا سوى حماية مواطنينا. وقالت سيمونيان في ديسمبر عبر بوتين عن الطريقة التي نرى بها الأشياء الدقيقة في الحياة، وكي لا تسير الأمور بشكل سيء للغاية في الوقت الحالي يجب أن تؤخذ مخاوفنا في عين الاعتبار. وأضافت تذكروا كيف صارت الأمور قبل عام، قبل شهرين من بدء العملية العسكرية الخاصة، ماذا كانت نتيجة تجاهل ذلك؟ كانت العملية العسكرية الخاصة نتيجة لذلك، لما بوتين قعد يقول أوكرانيا ما تقدميش في الناتو وما تطلبيش طلب انضمامك للناتو، وهدد امريكا انها لو وافقت هيعمل ويسوي، وامريكا وبايدن قعد يشاور بصباعه وبايديه ويقول سيبهم ده بيقول اي كلام وخلاص، ونفس بايدن ونفس المخابرات الامريكية ما كانتش نهائي تتخيل ان الحرب تبقى كده، او فكروا ان هو بيلوح وخلاص باي كلام، او هيخش يضرب طلقتين يمشي، ولكن لم يكونوا على دراية نهائيا بالتوقع بما حدث. وهنا بتقول بدأت العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا يوم 24 فبراير، يعني احنا بعد شهر هنبقى عدت عليها سنة بالكامل بأمر من رئيس بوتين. تسببت العملية في أشد الصراعات الدموية في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية، أدت حرب أوكرانيا إلى مواجهة بين موسكو والغرب منذ أزمة الصواريخ الكوبية، لا تلوح في الأفق حتى الآن أي مبادرة أمل على نهاية الحربين بين الطرفين أو الحرب بين الطرفين. يقول الكريملين أنه سيقاتل حتى تتحقق جميع أهدافه. من جهتها تقول كييف أو أوكرانيا أنه لن يهدأ لها بال حتى ينسحب آخر جندي روسي من أراضيها، بما في ذلك شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا عام 2014. وبكده معناهم يا جماعة أن محدش هيوقف الحرب نهائيا، روسيا بتضرب وأوكرانيا بتستنزف جنودها وأراضيها، والغرب او اوروبا يعني تعاني معاناة الامرين من الطاقة وغلاء الاسعار، والعالم العربي كله ما بين الصراعين في غلاء الاسعار والحياة اللي واقفة، وامريكا بتعاني من التضخم والركود التضخمي والكساد القادم في الاسواق، وبالتالي الحرب حلها الوحيد
هي حرب كبيرة ليضع الفائز شروطه ويبدأ العالم بشكل جديد وطريقة جديدة. هذا ما ننتظره في عام 2023، واللي كل وكالات الأنباء وكل الخبراء العسكريين يتكلمون. أنا مش برعب حد ولا بخوفه، ولكن دايما أنا وظيفتي إن أقرأ ما بين السطور واجيب لك اللي مش واضح لحضرتك، ومن حذرك كمان بشرك. فأنا بحذر زي ما كله بيحذر إن القادم هيبقى في حرب كبيرة جدا في العالم، هتأثر على الجميع. ودايما ده برضو يخليك تقول اللهم ارفع عنا الوباء والغلاء والحروب، وانزل رحمتك ولطفك على عبادك يا رب العالمين. وقولوا معايا امين دايما يا جماعة، ما توقفش كلمة امين، والتجئ الى الله فيما قادم. معانا كمان تحطم مروحية عسكرية جزائرية، وبنعزي اخواتنا واهالينا واحبائنا واصدقائنا في الجزائر، وان شاء الله يا رب ما تبقاش في اي خسائر تاني، لان المروحية العسكرية تحطمت وكل من عليها اعتقد لاقى ربه. وده يوم الثلاثاء 24 يناير 2023، ونشوف ماذا الخبر وايه اللي حصل. اعلنت الرئاسة الجزائرية تحطم مروحية عسكرية من نوع MI-171 مساء يوم الاثنين، اليوم الاثنين ده كان بالليل، الاثنين بالليل، بضواحي العطاف بعين الدفلي، مما ادى الى مقتل طاقمها بالكامل. واسفرت الحادث على مقتل طاقم المروحية، وهم العقيد كناري مراد والرائد دحمداني موسى والرقيب المتقاعد شبوع أسامة. هذا وقدم الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون تعازيه الخالصة لعائلات الشهداء ولكل أفراد الجيش الوطني الشعبي. ونحن أيضا من مكاننا هذا ومن مصر ومن كل الدول العربية نقدم كل التعازي الخالصة لعائلات الشهداء ولكل أفراد الجيش الجزائري العظيم، وبنتقدم لأهل الجزائر بكل العزاء في هؤلاء المفقودين أو هؤلاء الشهداء. كما تقدم رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق أول السعيد شنق ريحة باسمه الخاص وباسم كافة مستخدمي الجيش الوطني الشعبي بتعزي العائلات الشهداء في تحطم الطائرة المروحية العسكرية بولاية عين الدفلي، حسب ما أفاد به بيان لوزارة الدفاع الوطني. وأمر الفريق أول سعيد شنقريحة بفتح تحقيق لتحديد أسباب وظروف هذا الحادث، ولغاية دلوقتي ما فيش يا جماعة أي أسباب أو أي ملابسات ماذا تم لوقوع هذه الطائرة أو لتحطمها، ولكن كل التعازي وخالص التعازي إخواتي وأحبائي وأصدقائي في الجزائر الحبيبة. عندنا بقى نروح للعراق. جريمة مروعة في العراق، وقتل أربعة من أفراد عائلته، أو قتل أربعة من أفراد عائلته بسبب المخدرات. وده برضو يوم الثلاثاء 24 يناير 2023، ونشوف ماذا تم في العراق. قتل عراقي كان تحت تأثير المخدرات والدته وثلاثة من أشقائه بالرصاص. يا ساتر يا رب بجد، يعني خلاص البني آدم وصل يعني إخواته الثلاثة وأمه أو والدته، قتلهم برصاص يوم الثلاثاء في جنوب البلاد الذي تحول إلى معبر مهم للمهربين، وفق ما ذكر مسؤول في الشرطة العراقية. وقال المسؤول مفضلا عدم كشف هويته أن الشاب من مواليد 1999، وقد قام تحت تأثير المخدرات بقتل أربع أفراد من أسرته، هم والدته وشقيقه وشقيقتاه. يعني خسر عيلته كلها، اتنين بنات اخواته واخ ليه وامه، يعني بقيله ايه في الحياة. واوضح ان الجريمة وقعت بعد منتصف ليلة الاثنين والثلاثاء بواسطة مسدس في جنوب مدينة الكوت عاصمة محافظة واسط المحاذية لإيران.
وألقت الشرطة القبض على الجاني الذي كان قد اعتقل وأطلق سراحه في الماضي بتهم تعاطي المخدرات وفقا للمصدر، ولم يكشف أو يكشف عن أسباب الجريمة سوى وقوع الجاني تحت تأثير المخدرات. وكثفت القوات الأمنية عملياتها وباتت تعلن عن ضبط مواد مخدرة أو اعتقال متجارين بها بشكل شبه يومي. وفي ديسمبر من العام الماضي حددت مديرية مكافحة المخدرات التابعة لوزارة الداخلية محافظتي البصرة وميسان الجنوبتين بين المناطق الرئيسية التي يتم فيها تهريب المخدرات واستهلاكها. وموضوع المخدرات يا جماعة بالمناسبة بقى طالما بنتكلم على ده ازداد في كل الدول العربية، يعني مفيش دولة تقول انا ما عنديش، مفيش دولة ما فيهاش مخدرات، مفيش دولة مش مستهدفة لضياع مستقبل اولادها. الهدف من دخول المخدرات في كل الدول دلوقتي بقى هدف زي بالظبط الاحتلال والاستعمار، ازاي ندمر المستقبل، مستقبلنا هو في اولادنا وهو في شبابنا، ودلوقتي بقى هدفهم يدمروا الشباب باشياء كتيره منها المخدرات ومنها الفيديوهات الاباحيه اللي موجوده على التيك توك وغيره، ومنها الفيديوهات الاباحيه اللي على القنوات، ومنها يعني بيستغلوا كل شيء في الحياه لتدمير الشباب ومستقبل الدول علشان يفضلوا هم مسيطرين. وده من واجبك بل من الأمانة اللي أعطاها لك الله سبحانه وتعالى إنك أنت تربي هذه العيلة وتبقى أب لهذه العيلة، إنك توعي أولادك وشبابك كل يوم وكل ساعة كمان، ما تخليش حد دايما تقول لهم إن في استعمار تاني، في استعمار هو استعمار عقول الشباب، استهداف حياة ومستقبل الشباب بيخليهم في غيبوبة دائمة بلا وعي من المخدرات والجنس والدعارة اللي موجودة في كل حتة دلوقتي أمام ولادنا وشبابنا. ربنا يحميهم ويحمي أولادكم ويحمي شبابكم. ودايما في نهاية هذا الفيديو دايما نلتجئ إلى الله سبحانه وتعالى ونقول له اللهم نستودعك الأرض ومن عليها، اللهم نستودعك كل شعوب العالم الأبرياء، وياريت تقول ورايا أمين، وياريت تقول ورايا هذا الدعاء يمكن يتفتح لك أبواب كتيرة كانت مقفولة أمامك. في نهاية الفيديو بشكر حضراتكم، بفكركم دايما بعمل اللايك وعمل الإعجاب للفيديو، ما تبخلوش علينا بيه، مهم جدا يا جماعة لاستكمال مسيرتنا. كمان الاشتراك في القناة وتدوس على الزرار تحت الفيديو المكتوب عليه اشتراك أو سبسكرايب ليصلك كل جديد في كل ساعة وكل لحظة، وما توقفش الفيديو عند حضرتك، ياريت تنشره في كل مكان وشير الفيديو لتعم الفائدة على الجميع. أترككم في رعاية الله وأمنه، استنوني فيديوهات مهمة جدا جدا اليوم. أترككم قلنا في رعاية الله وأمنه والسلام ختام على الجميع.